أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على أبعاد ودلالات المبادرة الحوثية. عرضت ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية صفقة لتبادل الأسرى تشمل 2000 محتجز. أقلت وكالة رويترز أن رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى قال لقناة المسيرة إن الحوثيين عرضوا صفقة تبادل لـ2000 معتقل من الطرفين عبر وساطة محلية كمرحلة أولى، وأكد جاهزيتهم لتنفيذ صفقة التبادل خلال أسبوع، مشيرا إلى أنهم بانتظار رد الحكومة. وكان عبد الكريم شيبان رئيس اللجنة الحكومية المكلفة قد صرح بأن ممثلي الميليشيا أبلغوه بوجود توجيهات عليا لفتح الطرقات المحاصرة في مدينة تعز خلال الأيام المقبلة، معربا عن أمله في وجود مصداقية لتنفيذ المبادرة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما الذي تسعى إليه الميليشيا من وراء هذه المبادرات؟ وكيف سيكون رد الحكومة الشرعية عليها؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش. مبادرة جديدة تطلقها ميليشيا الحوثي، هذه المرة تتناول الأسرى. المبادرة تدعو الحكومة الشرعية إلى تبادل 2000 أسير ومحتجز. قراءات مختلفة لأبعاد هذه المبادرة والهدف منها، فهناك من يعتقد أن الميليشيا حققت هدفها الرئيس من وراء الاعتقالات والاختطافات المتمثلة بكسر إرادة الناس، وبالتالي هي الآن تريد التخلص من الأعباء والالتزامات المالية لآلاف المعتقلين، عوضاً عن أنها بهذه الخطوة ستحسن صورتها أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وستمنحها انتصاراً أخلاقياً أمام الشرعية والتحالف. بينما يرى البعض أن الميليشيا تريد إعادة المقاتلين في إطار التجهيز لمعركة جديدة، يرى البعض أنها قد تكون في الحديدة، الجبهة التي تشهد نوعاً من الانقسام والاختلافات على مستوى القيادات. وأياً يكن الغرض من وراء الدعوة إلى هذه الصفقة، الثابت أن الميليشيا لا تبتغي الأجر من ورائها، وإنما تسعى لتحقيق أهداف قد تكون ضمن ما ذكر سابقاً، وقد تكون أهدافاً ومخططات أخرى. وأمام هذه الدعوة لا رد رسمياً من قبل الشرعية حتى الآن، أما المبعوث فسيستحسن الدعوة ويصفها بالإيجابية ويدعو للتجاوب معها كما جرت العادة. اللافت أن هذه الدعوة تأتي بالتزامن مع مبادرات أخرى أطلقتها ميليشيا الحوثي لفتح المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة منذ أعوام، وهو ما رحب به رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بفتح الطرقات النائب عبد الكريم شيبان، معربا عن أمله في وجود مصداقية لتنفيذ المبادرة. شيبان كشف عن رسالة مسودة الاتفاق إلى الحوثيين بالطرق المحددة كي يتم فتحها وتأمينها وإزالة الألغام ووقف إطلاق النار. التوجه الجديد للميليشيا يأتي بالتزامن مع الاحتقان الكبير لليمنيين من تعامل السعودية والإمارات مع الوضع، ومع حديث عن تسويات تدار تحت الطاولة في جدة وصنعاء. الواضح أن جماعة الحوثي تريد استغلال ذلك الاحتقان بتحسين صورتها من ناحية، وتعد نفسها للمرحلة الجديدة من ناحية أخرى. ليبقى السؤال الأبرز أمام هذه المبادرات: هل سينسى اليمنيون أن الكارثة التي وصلت إليها اليمن دشنتها ميليشيا الحوثي بالانقلاب على الشرعية والانتقال السياسي وجر البلاد إلى حرب مدمرة ومصير مجهول؟ لنقاش أوسع ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك معنا سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم وبجميع السادة المشاهدين. مرحبا بك. كيف تنظرون أنتم في الشرعية إلى هذه المبادرات، وما هو موقفكم أو ردكم عليها؟ يا سيدتي، هناك مثل عربي يقول أفلح إن صدق. يعني نحن منذ لقاءات المفاوضات في جنيف والكويت ونحن نتحدث عن صفقة كاملة لتبادل الأسرى مقابل المختطفين والمعتقلين من قبل الميليشيات الحوثية. نطالب برؤية واضحة لهذه المبادلة الكاملة. لا يعني هذا لا يعني شيء إذا كانت الميليشيات ستطلق أناسا من هنا وستعود لاعتقال الناس من جهة أخرى،
فهذا ليست هذه ليست مبادرة لسلام حقيقي. السلام يكون بإنهاء هذا الملف تماما، بإخراج كافة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا، بمقابل التوقف الكامل أيضا عن عمليات الاعتقال والاختطاف والإخفاء. هذا هو فعلا التوجه الحقيقي من أجل السلام، وقد أعلنت الحكومة أنها ستقدم كل من هم لديها من أسرى للميليشيات. إذا لابد أن يكون هذا الملف ليس ورقة يساوم بها، ورقة تستخدم، يعني مارتن جريفيث جزأ الحلول إلى أجزاء متعددة، ويبدو أن الحوثيين قد استبرأوا هذا الأمر ليقوموا أيضا بتجزيء عملية تسليم المختطفين بهذا الأسلوب، يعني الإفراج عن مجموعة بمقابل مجموعة، ونستمر على هذا المنوال إلى فترات طويلة، بمقابل أنهم لن يتوقفوا أصلا عن عملية الاعتقال والاختطاف. وهكذا سيظل هذا الملف ملفا مفتوحا، وهو ما لا يعني أن هناك سلام حقيقي أو بادرة سلام حقيقي. نعم، إذن هي مبادرات مشكوك فيها كما ذكرت. في حال ثبتت صدق نوايا الميليشيا بخصوص هذه المبادرة، كيف سيكون رد الحكومة وتعاملها معها؟ هل سيكون هناك وسيط فيما بينكم وبينها؟ هل هناك قوائم معينة بأسماء معينة سيتم وضعها؟ موضوع القوائم طرح من خلال اللجنة المختصة بموضوع الأسرى والمختطفين، وبالتالي هذه تم وضع القوائم الموجودة لدى الطرفين، ويفترض أن أكثر فئة أو أكثر جهة يعني يمكن أن تقوم بدور فاعل في هذا المجال هو الصليب الأحمر بحكم اختصاصها في مثل هذه المجالات. يفترض فقط أن نضمن عدم العودة وعدم التكرار، لأنه أيضا إذا كنا سنسلم هؤلاء الأسرى ليعود بهم الحوثيون إلى المواقع القتالية، فهذه أيضا إشكالية في تخيل أن نسلم 10,000 مقاتل للحوثيين ليذهب بهم إلى جبهات القتال ويضخ دماء جديدة من أجل الاستمرارية في الحرب. يجب أن تكون هناك معايير محددة تضمن عدم التكرار، تضمن عدم الاستمرارية في عملية الاختطاف. يعني هناك قضايا كثيرة يجب أن تكون واضحة. العمل من أجل السلام يجب أن تكون خطواته غير قابلة للتراجع، وهو ما يحقق سلاما آمنا وشاملا ومتكاملا. وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من اسطنبول الباحث السياسي نبيل البكيري. أهلا بك معنا سيد نبيل. أهلا، مرحبا بك. إذن وكيل وزارة حقوق الإنسان ذكر بأنها مبادرات مشكوك فيها من جانب الميليشيا، أنت وفق قراءتك لهذه المبادرة كيف يمكن النظر إليها؟ لا شك أن مبادرة مثل هذا الظرف تحديدا هي مبادرة ليست جيدة، باعتبار أن هناك أهداف خفية خلف هذه المبادرات، وخاصة أنه بعد 5 سنوات من الحرب والنتائج الأخيرة لمثل هذه الحرب تريد الميليشيات أن تحقق بعض الحضور والانتصار السياسي من خلال طرح هذه المبادرات، وهم موقنين تماما أنه لا يمكن بحال من الأحوال تحقيق هذه المبادرات، لأنها ليست لذات المبادرة بقدر ما هي لتحقيق أهداف وفرص سياسية. إذن هناك من يقول أن الميليشيا تريد استغلال احتقان اليمنيين من تعامل تحالف السعودية والإمارات وتسعى لتحسين صورتها، كيف يمكن يعني فهم الموضوع في هذا الإطار؟ هل يتم يعني وصفه بالربما صحيح؟ لا شك أنه حالة الاحتقان اليوم جراء السياسات التي يتخذها التحالف العربي في اليمن، وخاصة الأحداث الأخيرة في عدن وكثير من الأحداث على امتداد 5 سنوات الماضية، كلها أدت إلى مثل هذا الجو من الاحتقان الذي يعني وصل إلى مرحلة تساوي جماعة الحوثي مع التحالف في كل الجرائم التي ارتكبت في نظر الشارع اليمني. أصبح لا فرق كثيرا بين التحالف العربي وأخطائه السياسية وبين ما ترتكبه هذه الميليشيات الانقلابية، وبالتالي مثل هذا الشعور أدى إلى تقليل
النظر أو تقليل خطورة جماعة الحوثي في عيون المراقب اليمني باعتبار أو المواطن اليمني باعتبار أنه أيضا لا تفرق كثيرا ما ترتكبه الحوثي جماعة الحوثي عما ترتكبه مثلا التحالف والإمارات في عدن وفي غيرها من المناطق. وبالتالي مثل هذا الشعور هو شعور خطير جدا سيؤدي ليس فقط إلى مسألة التعايش مع جريمة الحوثي أو التعايش مع خطيئة الانقلاب الحوثي، إنما أيضا ستؤدي إلى وهذا هو الأخطر إلى أن الحوثية تستطيع أن تجند مزيد من اليمنيين في معاركها الحدودية وفي معاركها مع التحالف العربي. ألا تعتقد يعني أن الميليشيا نجحت في تحقيق هدفها من هذه الاعتقالات إرهاب الناس، وبالتالي الآن تريد التهرب من التكاليف المالية لآلاف المعتقلين المتواجدين في سجونها؟ جزء من هذه الإشكالية باعتقادي هي تتمثل في عدم وجود التزام أخلاقي من قبل هذه الميليشيات تجاه المعتقلين وتجاه اليمنيين تحديدا، وبالتالي هي لا يهمها النتيجة التي ستؤول إليها مثل هذه الأفعال ومثل هذه السياسات بقدر ما يهمها أن تحقق انتصارا سياسيا في هذا الملف أو 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 ذاك. وبالتالي غياب المسؤولية الأخلاقية لدى هذه الميليشيات الانقلابية هي كارثة على الضحايا وكارثة أيضا على اليمن بشكل عام. وبالتالي الذهاب مع مبادرات هذه الميليشيا هو نوع من الاعتراف ونوع من التطبيع إن صح التعبير مع سياسات وممارسات هذه الميليشيات. ويجب أنا باعتقادي عدم الاستبشار كثيرا بمثل هذه الطروحات التي تطرح من قبل هذه الميليشيات، لأنها بالأخير هي تخدم أجندات سياسية واضحة لها، وأي اعتراف مثل هذه المبادرات هو سيؤدي إلى التطبيع مع جائحة الانقلاب الحوثي تماما. تفضل بالبقاء معي سيد نبيل. أرحب بضيفي من تعز عبد الكريم شيبان رئيس لجنة فتح المعابر عن الحكومة الشرعية ومندوب الشرعية في لجنة فتح الطرق. أهلا بك معنا سيد عبد الكريم. بخصوص موضوع تعز ومبادرة فتح المنفذ الغربي، كيف وصلت لكم هذه المبادرة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم. في حقيقة الأمر أول حاجة أنا رئيس اللجنة الفرعية التابعة للشرعية المنسقة بالاتفاق السويد للتفاوض مع الحوثيين لفتح الطرقات في محافظة تعز، يعني مكلفين من الشرعية اللي بالتفاوض من أجل فتح الطرقات إلى مدينة تعز. أنا في حقيقة الأمر أنظر أن المواطن في تعز يعاني معاناة كبيرة جدا في تنقلاته، في إدخال المواد الغذائية، في إدخال المواد الطبية، في أدخل أي شيء، حتى إذا وصلت دخلت تدخل بأسعار مضاعفة، وأصبح المشوار اللي يمكن نقضيه بأربع دقائق أو خمس دقائق لأنه قريب خط الحوض من المدينة أصبح قضيه ست ساعات سبع ساعات، وهناك أمراض وأطفال ونساء وأمهات، يعني مأساة نعيش مأساة حقيقية. ولذلك أنا أريد اليوم أقول أنه إحنا المبادرة اللي طرحها الحوثي وتم التواصل معي من الأخ ووزير الأشغال التابع لجماعة الحوثي اللي هو الأغاز المطلق، إحنا في مدينة تعز كمواطنين وكسلطة محلية وكلجنة تابعة للشرعية وكجيش وطني نرحب بها ترحيب ومستعدين نتعاطى معها بإيجابية. نحن في الحقيقة في المدينة متضررين، ونحن من فترة طويلة نناشد المجتمع الدولي، نناشد الأمم المتحدة، نناشد الحوثي أنه يتم فتح الطريق لفتح طرقات لداخل المدينة. لأن الطرقات المغلقة إغلاق الطريق أنا أعتقد ليس لها أي فائدة من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية للحوثي. هذه القضية قضية إذلال. أنا أقول إحنا بالنسبة لنا في تعز نرحب بالمبادرة، وهم طرحوا أنه يعني تواصلوا معي وطرحوا أنهم سيفتحوا خط هذا اللي هو خط المنطقة الغربية أو خط صغير مش رسمي. أنا أقول إحنا التفاوض على الخطوط الرسمية التي تخرج من داخل المدينة وهي أساسا مفتوحة، أنا أعلن هنا الآن في قناة بلقيس أن الخطوط الرسمية الذي من حوض الأشراف إلى يعني خط الحوضان مفتوح، هذا الخط من سنوات لا يوجد فيه أي شيء، يعني الناس لو ضمن سلامتهم من الحوثي ما يتعرض لهمش من يوم غدا ممكن يتحركوا الناس. أو الخط الآخر الذي هو خط
صالة يودي لوادي الجحملية، صالة وادي صالة إلى الحوبان، خط مفتوح إذا ممكن يعتبر من بكرة مستعدين الناس يتحركوا، بس نخشى أن يتعرضوا لهم في المناطق الأخرى، وخشى يتعرضوا الغاب، ولا ما نحن بالنسبة لنا جميع الخطوط مفتوحة من قبلنا، ولا نقبل أي مزايدة من أي إنسان يطرح إنه أنتم حقيقة الشرعية قبل فتح الخطوط أو أهل تحد أو المسؤولين في تحد. أنا أستغرب من هذا الطرح، احنا الحقيقه في تحيز يعرف الخاص والعام ان الخطوط من لدينا مفتوحه وان الخطوط هي مغلقه من قبل الحوثي والمفتاح لديه. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد الكريم. ان احنا نكون اليوم تفضل يا اختي. نعم اعود اليك سيد نبيل، كيف تنظر ايضا الى مبادره الحوثيين بفتح المنفذ الغربي لمدينه تعز؟ المبادرة التي طرحت هي في حقيقة الأمر محاولة لتجميل صورة هذه الميليشيات. أنا باعتقادي أنا أتفق مع طرح الأخ عبد الكريم شيبان فيما يتعلق بأنه الجانب الشرعي للسلطات الشرعية ليس عندها أي مشكلة في فتح هذه المنافذ، المشكلة تكمن حقيقة في أن الحوثية تريد أن تحقق مكسبا سياسيا، تحسين صورتها القبيحة أمام المواطنين الذين منعتهم من ممارسة حقهم الطبيعي في هذه المنافذ وهذه المعابر أو هذه الطرقات الرسمية أيضا، وخاصة أنها تقع في ضمن النطاق الجغرافي لمدينة تعز، يعني منطقة الحوبان هي ضمن النطاق الجغرافي لمدينة تعز، وبالتالي أنت عزلت وفصلت المدينة إلى مدينتين وعملت معابر وتستهدف كل العابرين فيها. فضلا عن ذلك أنا يعني من خلال المعلومات التي نستقيها من الداخل هناك الكثير من الألغام، الكثير من الألغام التي تحيط بهذه الطرقات هي كلها ملغمة، وخاصة الطرقات الرئيسية اللي تحدث عنها الأخ عبد الكريم شيبان في أنه هي مفتوحة صحيح من قبل الحكومة الشرعية أو من قبل السلطات المحلية في تعز، لكن الإشكالية تكمن أن هذه الطرق معظمها فيها شبكات ألغام خطيرة ستؤدي إلى كوارث في حق العابرين، ولا يمكن أن بمجرد هذا الكلام أن يذهب الناس ويطبعون في هذه المعابر. هذه تحتاج إلى لجنة إشراف دولية تحاول أن تعمل على نزع هذه الألغام أولاً، وبعد ذلك تطبيع الوضع في هذه المنافذ، لأنها بالأخير هذه جزء من تعز، ولا يمكن بحال الأحوال أن تبقى هذه المناطق خارج يعني المتاح لأبناء هذه المدينة في أن يتنقلوا منها وإليها. بالأخير هذه جزء من تعز وستخفف كثيرا من المعاناة التي يتحملها المواطنين طوال السنوات الماضية في هذه المدينة. نعم سيد عبد الكريم، إذن هذه الطرقات أو المنفذ عبارة عن طرق ممتلئة بالألغام، بالتالي ما هي الضمانات المتوافرة يعني الضمانات التي سيقدمها الحوثي بأن هذه الطريق ستكون آمنة وأن لا يتم الإيقاع بالمزيد من المدنيين ضحايا نتيجة الألغام؟ شوفي يا أختي، إحنا بالنسبة لتعاملنا مع الحوثي هل يريد نوقع اتفاق، والاتفاق يذكر فيه أنه ضمانة الداخلين الخارجين من تعز والداخلين إليها، يعني ضمانة تنقل الناس دون أن يتعرضوا لأي أذى، أو يريد التزام أدبي أنه هو من جهة يزيل الألغام التي يدير الألغام كلها في هذه المناطق اللي الطرق اللي داخلها من عنده، ويحدد لنا لأنه الآن لا يوجد إلى اللحظة هذه تزمين لقضية فتح الطرق، متى سيتم فتح الطرق لا يوجد، عبارة عن كل هذا الكلام يدور. إحنا في الحقيقة إنه قضية الطرق اللي هي رسمية هذه تدخل سواء باتفاق أو بالتزام أدبي إنه يقول خلاص أنا مستعد زي الغام وتفضل، لكن الطرق الرسمية الخط اللي يقول على المنطقة الغربية هذا خط إلى الناقلة الكبيرة اقترحنا لأنه مسافته طويلة، يعني أنا أخرج بست ساعات هذا الخط ولا ساعتين، يعني خففته بنسبة 50% يعني لا أكثر 60% خطرت للدخول الناس، فهو يعتبر مش خط رسمي هذا الخط المنطقة الغربية، هذا الخط الغربي هو الذي يجي من الحديدة، أما هذا خط غراب هو عبارة أنا بدخل من المنطقة الشرقية ألف وأرجع دون أدخل من المنطقة الغربية يكلفني ساعتين على السيارة، أنا أريد الخطوط الرسمية، هذا الخط يترك للناقلات، لكن أنا أقول الخطوط بحد ذاتها نحن نتعامل معها أنها
خطوط يعني إنسانية لتنقلات إنسانية للناس، يعني قطعها يتنافى مع كل القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية ومع الشرائح السماوية مع مواثيق الأمم المتحدة، إنه غلق الطرق هذه لما يرضى بها أي إنسان، الطرق تستمر مغلقة كذا. الناس ما بذمتهم في مدينة يعانوا هذه المعاناة الكبيرة، الناس مواطنين يعني يريدوا أن يعيشوا حياتهم في الدخول في الخروج في تنقلاتهم، فقضية طلق الطرق عليهم أنا أعتقد أنها يعني شيء مستغرب وعجيب أن يتم إغلاق الطرق. ولا نريد أن نجعل قضية تحزن الشعوب بحقيقة الأمر. أنا سأتعامل مع المبادرة التي طرحها الحوثي بإيجابية، وإذا فتح الطريق أعتبره خلاص أقول له شكرا فتحت الطريق. أنا أريد الناس يتنقلوا، أريد أن أجعل هذه القضية قضية سياسية أو قضية المزايدة أو قضية لا أشتي على الناس في داخل تعز محاصر من 5 سنوات، أريدهم أن يتنفسوا السعداء، أريدهم أن يتحركوا بحرية، أريد الأمراض أن يدخلوا ويخرجوا، أريد المواد الغازية أن تدخل، هذا الهدف الرئيسي. أنا أعلن عندك الآن من قناة بلقيس أن الخطوط من لدينا مفتوحة، ويعني ممكن الناس من يوم غدا الصباح يتحركوا مباشرة إلى الحوبان، لكن هل سيضمنوا سلامتهم؟ أنا أريد رد. إلى اللحظة هذه لم يوصلنا رد رسمي من الحوثي أنه من الحوثيين أنه خلاص إحنا موافقين يعني رسميا، لا حد الكلام اللحظة هذه هو عبارة عن كلام في الهواء. يعني إحنا شوف وقعنا اتفاق معهم في 2016 في 16/4/2016 تحت إشراف الأمم المتحدة، وقعنا الاتفاق وقرينا فتح الخطوط هذه اللي نتحدث عنها الآن أنه فتحها وغيرها من الطرق، حق الأرياف وخط الحديدة وكلها، لم ينفذ هذا الاتفاق شيء. الآن إذا كانت الاتفاقات بتسد بلوم حرق، لا نريد اتفاقات، نريد سلامة المواطنين وفتح الطرقات، نسمح لهم بالخروج من عندنا وهم يفتحوا على طول، أو يشعرون يقولوا أنه إحنا بنفتح الآن وإحنا بنستقبل الناس بالترحاب ونستقبل الناس يدخلوا بكل سهولة ويصل بالنسبة لنا لا توجد أي مشكلة ولا يوجد حتى نقاط عسكرية عندنا في هذه الخطوط من الداخل. صدقي أنه لا يوجد أي نقطة عسكرية، لكن إذا قالوا سيفتحوا سنطرح نقطة عسكرية حتى نضمن الناحية الأمنية والتفتيش حتى لا يحصل أي شيء. هذا اللي أحب أن أوضحه. نعم، وضحت الصورة عبد الكريم شيبان رئيس لجنة فتح المعابر عن الحكومة الشرعية وأيضا مندوب الشرعية في لجنة فتح الطرق، كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد نبيل. إذن هذه المبادرة سواء فتح الطرق في تعز أو الإفراج عن المعتقلين والأسرى، هذه المبادرات من قبل الميليشيا هل لها أهداف خاصة نابعة عن توجه حقيقي من قبل الميليشيا أم أنها مجرد استهلاك إعلامي فرقعة؟ لا شك أن المبادرة ليست مبادرة إنسانية وطنية بقدر ما هي مبادرة سياسية أو مناورة سياسية صح التعبير، وورقة سياسية بيد هذه الميليشيا هي تروم أو تريد من خلال هذه المبادرة أولا تحسين صورتها أمام المجتمع، وخاصة أننا أنها تعيش مرحلة يعني سوداوية في نظرة المجتمع لها، خاصة بعد كل ما ارتكبته وخاصة في مدينة تعز. الجانب الآخر هي محاولة للبحث عن يعني تموضع في مرحلة من يمتلك زمام المبادرة، وتريد أن تقول للناس أنها صاحبة الأمر الواقع الآن في اليمن وفي المناطق التي تحصل تركها، وبيدها أن تطرح بعض المقترحات، وتريد الناس أن تطبع مع هذه المقترحات وتعمل على بناء سمعة بالنسبة لها. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم الإشكالية ليست في مثل هذه المبادرات، المشكلة تكمن في حقيقة أهداف الحرب اليوم القائمة، أنه جماعة الحوثي هذه جماعة ليست جماعة سياسية بقدر ما هي جماعة دماغية مذهبية طائفية تريد أن تحقق أهدافها ولو على حساب الكثير من القضايا الإنسانية والوطنية وما شابه ذلك. وبالتالي تكمن الكارثة الكبيرة اليوم أنه يعني أنه لا زال هناك من يتعاطى مع جماعة الحوثي بنوع من المصداقية. أنا باعتقادي لا توجد أي مصداقية مثل هذه المبادرات على الإطلاق. نعم. وإنما يراد منها هو فقط تحسين سمعة هذه الجماعة الميليشيوية. نكتفي بهذا القدر. الباحث السياسي نبيل البكيري معي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.
أيضا أشكر ضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، وأيضا كان معنا من تعز عبد الكريم شيبان رئيس لجنة فتح المعابر عن الحكومة الشرعية. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.